تكى على ظهره وخرج مع البحر. والاخ ديالي كما كنعرف انا اللي كنعرف عليه انه ما كيعرفش يوقف فوق الماء، كما كنقولوا باش داخل باش خارج. عرفت التليفون ديالو النمره ديال الوالده والنمره ديالو دايرين في واحد ديال الار ديال الدانجر معروف ديال الارج. يعني التليفون واخا يكون مسدود كتحلو كتلقى واحد جوج نوامر ديال. وانت انت اللي درتي على ظهرك؟ الله يبارك الله. قلت لي العمر ديالو شحال؟ 26 سنه. خير ان شاء الله. ديال الغرق كيبقى عليه ما كاينش ضوء بيدير. المكان شاطئ صابلات، ما يسمى بلاسياس. وهذه القصص ليست من نسج الخيال، بل شريط واقعي وناس حقيقيين وأحاسيس واقعية، كذلك ميدان واقعي. وهذه النصائح كنحتاجوها في حياتنا، خصوصا هذا فصل الصيف، نستفدوا منها ونفيدوا منها غيرنا لأننا ما كنسمعوهاش. وهذه القصص ليس فوقها طالة أو يعني تريكاج أو شيء من هذا القبيل. إذن اليوم غنشوفوا المعاناة ديال أسر كثيرة، من بينها معاناة ديال هذه الأسرة اللي ما بغيناش نبينوا كل شيء، لكن بغينا نوصلوا للناس بانها كاينه معاناه وكيخصنا نردوا البال من البحر. على بركه الله. السلام عليكم. اليوم حنا في شاطئ المحمديه، شاطئ الصابله. هذا الشاطئ العام اللي فات كنا جينا قمنا ببحث على احد الشباب، وفي نفس المكان هذا العام يعني 2023 نهار 25 في نفس المكان فات نفس المكان غرق احد الشباب. كنا نزلنا هنا تقريبا ليومين، نزلنا النهار الاول تقريبا 3 سوايع ونص، والنهار الثاني 2:30، وكان خرج تقريبا من هنا على بعد 5 كيلومتر، داز تقريبا واحد اسبوع. كذلك هذا العام شهر 4 اليوم 25 كنسمعوا كذلك غرق احد الشباب وسبب ديال الغرق ديال هذه المنطقه هو فين يعني شي حاجه اللي واضحه. شنو هو؟ هو كاين واحد لابون، كاين واحد الميل عاد تشوف بعينك غيبان لك كاين بحال شكل ديال المنحدر، يعني البحر ملي كيكون عامر الانسان كيكون كيعوم، الانسان كيكون يعوم، فاذا به هو كيبدا يعوم لحد حد هنا كيف سمعنا، ياك قال لك كان كيعوم وحد هنا، والانسان لما كيوصل لحد هنا كيختفى، هو الجسم ديالو كيختفى، ملي كيجي ديك الكورو ساهله باش كيرجعو. اما لا عند الحد هنا، عند الحد هنا كنكون شاد في الارض، واخا تيجي ديك الكورو ما كيقدرش عليا، كنكون الوزن ديالي شاد. اما ملي كنطلع لما كيوصل هنا من طبيعه الحال، وهادي قلناها في فيديوهات كثيره، وكذلك كاين حفر راه لما غيخوى البحر غادي تشوفوه، راه كاين احد فيديوهات راه كنت غادي راجع بالله وانا نطيح انا في حفره، كنت غير كندوز في الكاميرا وطحت ورايا في حفره. والحفر فيهم يعني لما كتكون فيهم 50 60 70 سنتيم، الانسان كيكون يعوم هنا يعني هنا راه يلا عنده 21 سنتيم ولا 3، والانسان اللي ما كيعومش راه غير يفوت شويه الماء راه غادي يطيح. وكذلك الشاب اللي كان يعوم معاه قال لك الترخاء، وكيف كنقولوا ديما الانسان الا وقع في المشكل يترخى ويتبع الكره، وفعلا الترخاء هو تبع الكره، خرجوا الكره ووقفوا على جديد. لكن هذا الشاب يعني الله يرحمه وقع عليه المشكل، ونتمنوا من الله غادي ننزلوا ونشوفوا، يعني البحر كبير ما يمكنش غطاس واحد مثلا غي المساحه كامله يعني جيرة، على الاقل يكونوا 10 غطاسه او 12 غطاس كل واحد يكون في مكان، لكن غننزلوا نديروا محاوله ما غنيأسوش. ومعنا الاخ ديالو غيحكي لينا يعني الاحداث كيف حكوا لي الشباب، يعني الاحداث كيفاش وقعت هنا وكيفاش يعني
كان المشكلة. السلام عليكم، معكم الأخ ديال المتغيب لحد الآن لما كان جا البحر هو الأصدقاء ديالو. أنا كنت في أحد المقاهي، تعيطوا عليا الأصدقاء ديالو، قال لي ممكن واش ممكن أنك توجه عندنا الشاطئ ديال المعروف بلاسياس. قلت لي استفسرت على الأمر اللي ما عرفتوش شنو هو، قالوا لي الأخ ديالك دخل البحر تقريبا مع الساعة 2:20، قال لي إلى حد الساعة 4 زوالا ما جاش. فهم بلغوني بالأمر، فأنا جيت عيطت على واحد الصديق ديالي وجيت لهنا وبقيت كنبحث بحالي بحال الأصدقاء وما لقيتش. ومع العلم أن فاش جيت لقيت واحد نفس السيد حتى هو غارق كيغرق وجبدوه مع واحد الإخوان. فاش جينا تلاقيت مع الأخ اللي كان دخل معاه البحر، كانوا دخلوا قبل منه جوج دراري حتى هما كيعوموا تبارك الله. مني خرجوا كانوا خارجين قالوا حكاو لهم أنه كان البحر شوية خيب، يعني الدراري كيعوموا، قال لهم خرج بصعوبة. قال لي أنا غندخل نضرب شي تشليلة كما كنقولوا غنجيو، ما نمشيش ما نعومش. دخل هو الصديق ديالو، ملي دخل هو الصديق ديالو، الصديق ديالو قال لك انا فاش دخلت لقيت الامور صعيبه شويه وما خرجش غير بصعوبه، كما ذكر لكم الاخ انه دار تكى على ظهره وخرج مع البحر. والاخ ديالي كما كنعرف انا اللي كنعرف عليه انه ما كيعرفش يوقف فوق الماء، كما كنقولوا باش داخل باش خارج، يعني انا نقدر ندخل كندرع ومن طن خرج كندرع. والاخ ديالي انا اللي كنعرف عليه انه ما كيعرفش كما كندور بين قوسين عمات الميت، قدر الله ما شاء فعل، لحد الان باقي ما عرفنا عليه حتى شي اخبار، واش اللي كان ملغى، واش غارق، واش وحل، واش شي حاجه، الله اعلم. هادشي اللي كاين هاد الحال. متاكد الاخ اللي كان يعوم لسان يعني باقلو لا كل بالنسبه للاصدقاء اللي كانوا معاه ماشي شي حاجه، اصدقاء نورمال ما كاين لا بليه لا والو، كاملين حتى هما كيعرفوا الله عز وجل كيصليو، يعني ماشي مرات غيكون غير متغيب ولا هذا ويطلب. لا الاخ ديال اللي ماشي واحد الانسان اللي ما عارف شنو كيدير، يعني على الاقل غايقول كما كنقولوا ناخذ ابيل مع شي واحد ونعاون صوني في تليفونه، يصوني في تليفوني اصلا حتى في التليفون ديالو النمره ديال الوالده والنمره ديالو دايرين في واحد ديال الدانجر معروف ديال الارج، يعني التليفون واخا يكون مسدود كتحلو كتلقى واحد جوج نوامر ديال الناس، داير النمره ديالو والنمره ديال الوالده الملابس ديالو بقاو على برا والهاتف ديالو وجميع الوثائق ديالو اللي كان جاب معاه. دابا سبحان الله بحال اللي ما شافوش، ولكن هو ديك ال 30 ثانيه ولا 40 ثانيه اللي مشى فيها الانسان، حيت الانسان ملي كيفقد الاكسجين اللي عنده كينزل. هادشي اللي غيكون عليه وغادي ينزلو ويجعل الله خير، ونتمنى من الله عز وجل يكون خير. اللهم يسر، الله يرحمه ويعطيكم الله اجركم، ونطلبوا من الله يكون خير. اللهم امين، الله يصبر جميعا. مساش لله ما اعطوا لي لما اخذ. شكرا اخي. وانت اللي درتي على ظهرك البحر وعاد من حرك شوي مشيت دخلت شو من هذاك فوي حيت كاينين الحفار اللي كاينين بحال بحال الحفار صافي ندخلو ان شاء الله خير. شكرا امين. يعني كيف سمعنا السن ديال الشاب 26 سنة، يعني الشاب باقي في مختبر العمر، و يعني الشباب كيكونوا ما عارفينش، يعني كيوقع هذا المشكل يعني ما عارفينش، يعني كيف قلنا هاد لابونت الانسان دائما عرض مال. شوف 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 هنا راه بحال هاد الحب كيكون الانسان كيكون يعوم فإذا به يعني كينزل في هاديك الأماكن، الانسان ما كيعومش ومع الكورة ونجي نعوم أنا لحد هنا ما يمكنش ليه. إذا هاد النصائح كنقولوها كنعاودوها لأن هي اللي كاينة، وما عرفتش شيء خير من جاي، يعني كاين هاد لابونت حنا غادي ننزلو وجعل الله خير. يلاه السلام. اليوم الحمد لله رؤية واضحة، قليل قليل عندنا في الداخل باش كيكون البحر بهذا الشكل. في مدن الشمال فعلا كيكون
صفاوه الماء بهذا الشكل. اليوم غنشوفوا هذاك الشيء يعني بالتدقيق كيفاش كاين لا بون، كيفاش كاينين الحفر، كل شيء غادي يبان لينا. اذا نردوا البال نشوفوا اهميه هذه المواضيع. علاش؟ لان حاليا انا كندوي معكم حاليا كاين غارق في الرباط، غارق في قنيطره، غارق في سيدي عابد، غارق في مكان اخر، مارينا سمعت جوج غرقه. اذا الموضوع مهم ومهم جدا. الان بدايه ديال البحث عن هذا الغريق. كيف سمعتوا هذا الشاب الطريقه اللي غرق بها وكيغرقوا بها كثير من الناس. شحال ديال الناس كتجي امور معقده، لكن هذه نصائح واضحه وباينه. كان فقط كنسمعوا الناس بان البحر غدار، بان البحر كيدي الناس. البحر ما كيظلمش، كنقولوها ونعاودوها، البحر ما كيظلمش. ميمكنش ليا انا ما كنتقنش السباحه وكنعوم وكنسبح بطريقه كانني كنتقن السباحه. اذا هنا يعني بدينا البحث على هاد الجثه. الحمد لله كاين صفاوه الماء، لكن بالنسبه غطاس واحد كيمشي مع المسار يعني صعيب باش تقلب على الا ليسر الله سبحانه وتعالى. شوف البحر كيفاش كيبان، كيبان هادئ، بحر كيبان جميل، كل شيء غادي يعجبه. وهنا فين كاين المصياده ديال الناس اللي ما كتعومش. باش نتفاهموا، الوقت اللي كندوي كنمشي شي مكان، مثلا مشيت السلا والرباط، تكلمت على الناس اللي كتعوم، كنتكلموا على الموضوع الناس اللي كتعوم، لان ما يمكنش تما الناس ما كتعومش وتعوم مثلا في واد او في سد او في بحر خطير. الناس اللي ما كتعومش تخطى هادو، ما تعومش فيهم نهائي. الان حنا كنتكلموا على الشواطئ، الناس اللي صفر في العمومه او 5% او 10% او 20%، ما يمكنش ليا نعوم بطريقه ديال الانسان كيسبح. اذا البحث ساري على هاد الجثه، ماشي من السهل. ولو تكون تغطس صعيب صعيب، اول ملاقاه مع الجثه هي صعيبه. اذا الان غادي نلاحظوا البحر، المستوى ديال البحر كيفاش داير. الوقت اللي انا داخل، شوف هنا كيبين لنا بان كاين لا بونت. شوف لا بونت كاين، كاين يعني ميل ديال الارض لتحت. شوف هنا حدايا كتبقى الارض يعني حدايا، لكن لما كنسرح المصباح القدام كيبان بان البحر كان كاين هابطه، كنقولوا حنا طلعه او هابطه. اذا هنا المصياده اللي كيتصيد بها شحال ديال الغرق. هذا الشيء اللي كاين، ما كاين جن، ما كاين شي حاجه حفره كتجبد ولا شي حاجه كتمص، لا. هنا العائله ديال الغارق الله يرحمه كذلك الله يصبرهم، لان ماشي سهل. لو كان تشوفوا الحاله ديال الام شي حاجه اللي ما تصورش. هنا كنشوفوا الوقايه المدنيه كذلك قامت بمجهود. شوف هنا الارض كيفاش دايره، شي حاجه اخوان اللي ما يمكنش، شي حاجه اللي كندوي عليها. انت شوف انا كنعفط برجلي هنا، كتبان لي الارض متساويه، لكن شوف القدام، شوف اش كاين، كاين لا بوند، كاين هبطه. ما حدي انا غادي والما كيفوتني، ما حدي انا غادي حتى الصمطه كيطلع جيت الصدر، يعني كيضرقني. خاصنا ندويو على هاد المواضيع، ماشي انا كنعوم مزيان نبقى ندوي مع الناس اللي كتعوم، لا. كاين الناس بساكن اللي ما عارفينش. شوف هنا لما كنشوف هذاك الدخان، هذاك هو الكورو، كنشوف بحال الغبره بحال الدخان، هذا هو الكورو او الموش. اذا شوف هنا اش وقع، هنا بدات كتغير الارضيه. شوف تقدر يكونوا الحفر في الجنب، علاش ما خصكش توقف حدا الصدر، يقدر الكورو يجرك غير الجنب، يجرك الحفر، ماشي بالشرط حتى يجرك اللور. اذا هنا شوف اشنو كاين، انا وصل لي الماء حد العنق، انا كنعوم. شوف هادو حفر كبار، شوف بالعين المجردة كيبانو كأن الأرض مسطحة، لا، هنا كاينين حفر. شوف اليوم غنبينو هداك الشيء، الحمد لله ما حد كاين يعني صفو ديال الماء، الماء صافي. غنبينو المنظر ديال
البحر الحفر اللي كاينين في البحر حتى يكون كل شيء واضح. شوف البيل تقريبا فيه المصباح فيه تقريبا 20 سنتي، انا غادي نحطه ولو ريسكي بيه شويه، لكن البحر الحمد لله مزيان. شوف هنا، هنا واقف، هنا حد يديه، هنا واقف في امان. ما بين الامان والغرق كاين تقريبا 10 سنتيم او 5 سنتيم او حتى 20 سنتيم او نديرو حتى 50 سنتيم. اذا شوف هنا الوقت اللي كنت واقف قبل كنت واقف حد الصدر، لكن ملي هبطت هنا فات ليا الراس ديالي، وهذه هي المصياده، هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه اللي شحال ديال الغرقه كيمشيو بها. والناس كتسائل، حتى الناس كيبقاو يسولوني كيقول لي ما يمكنش كاين جن. هذا الشيء كنقول لك كاين في التعليقات، كيدخلوا عندي الخاص ما كنجيب شي حاجه من راسي، كيقول كاين جن او كاين شي حاجه كتسرط شي حاجه. لا، كاين فقط كنقولوا جران. هنا البحر مزيان، يعني الكورو كاين بسيط، هنايا كاين واحد الكورو بسيط، لكن لما كنوقف حد السطر كان خفاف، هذيك الكورو بسيط كيجرني لورا، واللي ما كيعرفش يعوم ما كيعرفش يدي بلاصه من مكان لمكان. نقدر نبالغ ونقول لك 5 سنتيم 5 سنتيمتر نكون يبعدني يجيبني الحفره، و5 سنتيمتر فوق الفم ديالي، ماشي حتى الراس ديالي، باقي وجهي في الماء. انسان كيموت بها، فعلا انسان كيموت بها. وكنشوفوا هنا وقايه المدينه فعلا دارت واحد المجهود، لان كينصفوا وكتبقى تجي تحت وكتشوف، وكذلك اجابت الخطاط ديالها. يعني احنا الحمد لله كنتعاون، احنا الغرض عندنا هو الناس، الوقايه خير من العلاج. هذا الانسان مات راح الله يرحمه، الان نصيحه للاحياء. وهذا الانسان مثلا اللي يقدر يقول لك مثلا نزلتي مثلا ما لقيتيش الضحيه او كذا، احنا ما عندناش عصا سيدنا موسى اللي غنضربوها غتخرج لينا مخلوق. هذا بحر، وكاينه كاين مجهود اللي هو فعلا الحمد لله عندي ولا عند غيري، كاين مجهود فعلا جبار. يعني كتدخل الغيران كتهبط لتحت، كتعاود تهبط لتحت، كتعاود ثاني تطلع لفوق الفندق، كتقول ربما يطلعوا الكورو ثاني فوق، كتعاود ترجع ثاني تهبط تقول لا راه مازال كاين لتحت، وكدير واحد المجهود فردي واحد الافكار فرديه حتى نوصلوا للغارق. والبحر راه كانك لحتي خاتم الصحراء. لو كان هذا المجهود كان اليوم الاول، فعلا كتكون واحد 20% او 30% تقدر تلقى الجود، لكن ما كنفقدش الان، مازال كنقل الان، ربما وصلت شي غتكون شي ساعتين ديال التقلاب او ساعتين ونص، ومازال يعني كنبحث على هذا الجود. يعني الحمد لله بعد البحر مزيان كتخلينا نهبطوا حتى لتحت، لما يكون البحر واعر ما يمكنش تهبط ثاني لتحت، كتبقى ديما تقلب غير الوسط. هنا طلعنا شويه الفوق، شوف هنا ارضيه جديده وعالم اخر، يعني من الرمله كدوز شنو كتلقى؟ كتلقى المناطق الصخريه، وهاد المناطق الصخريه فيها واحد الحفر اللي هي كبيره، ما نقارنوهاش مع المناطق ديال الرمليه. هنا كيقدر يكون حفره فيها 6 متر او 7 متر، لان كتكون صخره كيسميوه سطح، واللي من وراه كتكون يعني كيكون غيران او كيسموه شقاق البحريه او. والان غتشوفوا معنا هذاك الشيء عملي اللي ما كنشوفوش في القنوات، ولو تكون عالميه ما كنشوفوش هذا الشيء. اذا بقاو معنا وسمعوا وفكروا وشوفوا كيفاش كيوقع الغارق. انا كنصبح على الصدر ديالي، الصدر كنسبح، شنو كيوقع ليا؟ كنخفاف، يعني الكورو كيبدا يرجعني لورا، لورا شنو كاين؟ يعني كاين حفار، كاين لابون اللي هو بعيد، شوف، أنا غير كندوي غير دابا، الكورو، يعني ورا شوف. الآن ما بقاش عندي هذه الحد،
هذا هو شحال ديال ديال الغرق كيبقى عليه باش يجاوب بيدال. لهذا حضر الله يرضي عليك. المدرسه ديال خوات كلشي خوات ولا خويا راه من نهار تلاقينا معاكم حنا يوميا على ديك الحاله يوميا كنجيو يوميا مع الوقايه يدخلوا يشوفوا تشيلسكي خويا تشيليك انت حاجه فين والو حنا راه كيف من الحاله اللي خديتينا عليها يوميا كذلك يوميا كندور هما يلا الوقايه يلا خرجوا تشيلسكي قال لك حيت بلا قال لك حيت البحر هادي كيدخلوا شويه كيشوفوا لتحت شنو كاين فهمتي يعني كيبان لهم بحال البحر باقي كيمشيو حتى للصخر وكيفوتوا داك واحد الصخر بواحد المسافه كاين واحد الشيء قلت كنفوتوا يلا دخلوا دابا بشي 10 بربع ساعه كنت درت معهم ساكن مو عاود يدخلوا قال لي والله خويا حنا صايمين قبل ما ندخلوا كندعوا الله باش يلقاو هادشي اللي كاين اخويا بخير ان شاء الله يا ربي امين الله حبك انت كيما وقفتي معنا داك النهار ديك الوقيته الله يكفر فيك والله يجعل لك مثال مقبول عليك. المتكلم هو اخ الشاب الله يرحمه. لو لاحظتوا في الاول كان كيتكلم اش كان كيقول المتغيب. علاش انا عذرتو؟ علاش؟ لان لما الغارق كيغرق وما تجبدش راه كيبقاو العائله عندهم بحال الوسواس ما كيتيقوش بانه راه غرق كيقولوا ربما لا راه غير مشى لشي بلاصه او كذا ما بحال كنقولوا يعني ما كيعترفوش بانه مات. نعذرهم علاش؟ لان كالصدمه كتجيهم وهذا الشيء عشناه شحال من مره. علاش كيخص الجثه يعني تجبد في اقرب وقت وعلاش خص الناس تسمع قبل وقوع الحادثه؟ هنا تقريبا تكون شي 3 السوايع او 3 السوايع ونص. فالحمد لله حبيت هاد قنفذ البحر وتبارك الله كيف كتشوفوا يعني تامر وكليت منه والحمد لله يعني تقوت منه كما يقولوا كان البوت ديالي اللي كليت منه والحمد لله وكملت المسيره ديال البحث. وهنا كيف كنشوفوا هاد الغيران فعلا مرعبين كنقول حبذا لو كان شدوا شي غار من هاد الغيران. هنا هاد الناس البحريه يعرفوا هاد المخلوق ان شاء الله يكتبوا لي في التعليقات الاسم ديالو. هنا خرجنا يعني 4 سوايع و17 دقيقة درنا مجهود اللي هو كبير كنت نخرج في 3 سوايع لكن كنقول ربما الكورو جروا شوية نعاود ندوز منه نعاود نرجع هنا حتى نهني هاد العائلة ويدفنوا الابن ديالي لكن نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرحمه ويخرج في اقرب وقت ربع باقي لحد الان مازال 1113 ترى تخلعت دخلت ليا صافي كنقلب شي غبرتي عليا دخلت ليا كنقلب اصاحبي غبرتي يا صاحبي ديك الساعه حداك وانت نمشي نتقلب نمشي نقلب المال. وكيف شفنا يعني دخلنا البحث على الجثه ديال هذا الشاب لمده 4 سوايع و17 دقيقه تمنينا يعني نلقاوه يعني درنا المجهود لواحد المجهود اللي هو كبير يعني جميع المناطق مشينا ليه مشينا على اليمين مشينا ورا الصخر للنور مشينا على الكره هذا اللي حدا الصخر كاين شي حفر تماك تبعنا الكره ربما يكون دار كره لهذا هذا بحر بحر ما يمكنش واحد يعني غطاس واحد يتبع المسار ديال الجث لان غيمشي لواحد المسار كاين بزاف ديال الطرقان ما غيشوفهمش اذا خص يكون غطاس يكونوا 10 غطاسة أو 12 غطاس يدخلوا ويشدوا الطريق يعني كل واحد يشد الطريق اللي غيقلب فيها ممكن نقدروا نلقاو وفي أقرب وقت يعني ماشي تدوز يوم ولا يومين وطلبوا من الله سبحانه وتعالى يصبر الوالدين ديالو والله يرحمه ودائما كنقولوا للشباب
ما كتعرفش تعوم في الشاطئ ما توصلش لحد حدنا. علاش؟ لان البحر اي شاطئ كيما بغى يكون نوع كيكون واحد الميل واحد لابون واحد لابون في هذا الشكل الارض ديال الشاطئ ما كتكونش مسطحه بهذا لا تكون كيكون ميل. يعني ملي كنكون واقف هنا نحدي انا غادي والماء كيطلع غادي والماء كيطلع. اذا اش كيوقع انا ملي كنكون نعوم وما كنعرفش نعوم كيوصل لي الماء هنا كيوصل لي الماء حد الصدر. ملي كيوصل لي الماء حد الصدر كنخفف الجسم ديالي كيخفف. اذا ملي كيجي هذاك الكورون هذاك الكورون اللي قوي كيجي كيهزني من تحت خفيف لانني خفيف وكيرجعني للو. اذا خصني نعوم الا بغيت نعوم في الشاطئ ماشي منعومش نعوم لكن نعوم حد هنا. لما كنعوم حد هنا كنكون شاد في الارض حد هنا كنكون شاد في الارض ولو يجي الكورون ما يرجعنيش. علاش؟ لان كاين واحد 80 او 60 او 100 كيلو او 90 كيلو شاد في الارض. اما ملي كنولي الماء هنا كنولي خفيف الماء ما وزن 6 كيلو الماء كيرجعني. دابا انا دابا جاي خارج لقيت واحد الشاب كيعوم سولتو قلت له واش كتعرف تعوم؟ قال لي لا ما كنعرفش نعوم. قلت له دابا راه الكره راه كيرجعك انا دير لا رجعك ما عرف ما يقول لي. قلت له لا ونصحته قلت له من الاحسن بلا تعوم حد هنا حتى تكون تعوم عاد ممكن تقدر نعوم حد هنا. كذلك الابليكاسيون ديال البحر اليوم البحر راه مزيان لكن كاين الكور البحر مزيان ولكن كاين الكور يعني كنشوفوا نفس المشكل كيتكرر كل عام وكل مره يعني كيتكرر هذه المشاكل كتكرر ديال يعني الغرق في الشواطئ وبطريقه سهله ومعروفه وبينه. شنو هي الطريقه اللي قلنا الان؟ الانسان كيكون يعوم كيوصل لي لحد حتى فوق الصدر كيرجع الكورو فاذا به كيرجعو فين كيرجعو لابونت ولا كيرجعو الحفر اللور. هادشي اللي هو معروف وبين. اذا الانسان دائما هنا الا بغى يعوم في الشواطئ ما نعومش والحد واصل ليا هنا الفوق لان الجسم ديالي كيخفف نعوم حد هنا. علاش؟ كنكون شاد في الارض. حنا الان نزلنا يعني قلبنا شوف دابا الدنيا شحال ديال هذا. علاش؟ بسبب خطا بزاف. حنا 4 سوايع 17 دقيقه وحنا كنقلبوا لكن ما اثر لان البحر هذا والبحر ما كيظلمش ما يضربكش بحال ما كتعومش ما يوصلش ليا الحد هنا. نعوم هنا ونطلب من الله النصيحه دي يعني ياخذوا بها الشباب لان الاغلبيه حنا كنشوفوا ملي كتكون شي عطله او عيد او كذا يعني كيوقع غرق. السلام عليكم ورحمه الله.